انا اسف يا سالو، انت مالكيش ذنب تستحملي اللخبطه دي كلها. يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، ازيك دلوقتي؟ الحمد لله، الحمد لله كويس. افتكرت؟ عرفت حاجة؟ الحقيقة يعني لسه. ولا أي حاجة؟ للأسف لا. أمال الآنسة؟ سلوى عبد المنعم، مدرسة وجارة الأستاذ كمال. كمال؟ اسم مؤقت. سيادتك عارف أي واحد لازم له اسم. طبعًا. وسيادتك بتقولي جارته؟ أيوه. فين؟ في شبرا. شبرا؟ ما أنا دلوقتي ساكن في شبرا، في شارع العطار. شارع العطار. طب يا أستاذ أنا آسف إني عطلتكم، وإن شاء الله حكايتك هتتحل قريب. إن شاء الله. وإذا عوزت أي حاجة وصادفتك أي مشاكل أنا تحت أمرك. ما تنساش نقيب محمود حجازي، معاون مباحث قصر النيل. متشكر أوي. كان بيتكلم بطريقة غريبة. الضابط؟ آه طبعًا. مين غيره؟ أنا مش شايفة في حاجة غريبة. هو ماله بينا؟ كل صلة الموضوع إنه كان بيحقق في الحادثة. ما عشان كده لازم يسأل يا كمال. معاك حق. أنا آسف. ايه ده؟ مشوار بتاع 5 دقايق وتقول لي عمل ايه؟ ولا فتح وكاله ومش بياخد اجره في التليفون. يا حرام عليك، ايه ده؟ حرام عليك. الله، يمكن له عذر يا اسطى. بيلعب الزين، اروح ادور عليها الاقيه بيلعب. سيبني يا فتح، حرام عليكم. سيبوني عالم ولا ايه؟ فتحه وكاله يا اسطى. ما هو عيل، طفل، والطفل لازم يلعب، ضروري يلعب. الاطفال كده لازم يلعبوا. ما انت عارف يا اسطى، امال يبقوا اطفال ازاي؟ لازم يلعبوا. امال احنا ليه ما لعبناش واحنا صغيرين؟ كان لازم تلعب يا اسطى، صدقني كان لازم تلعب. انت هتقول لي مواعظ سيدنا الافندي؟ الله، ايه يا حرام عليك؟ قلت لك اوعى فتي كده. والله والله انا مالك يا انت؟ اوعى اوعى يا راجل، قلت لك حرام عليك. يعني ايه سيدنا الافندي؟ سيبني بس. انت مالك انت يا بارد يا بارد؟ تخسر الشر ومال. بس العيل قال ولازم يلعب، ما يروح يلعب هناك عند اهله. احنا لعبنا واحنا صغيرين؟ حد فيكم يا اخوانا لعب وهو صغير؟ طب معلش معلش، طلع النبي. امال هيروح مني فين؟ يسير ويجيني برجليه. هو حصل ايه بالظبط؟ انا ما حضرش الحكايه من الاول. يا شيخ انت كمان غريبه. مسكين الولد ده، الظلم وحش. في زيه كتير. الراجل نفسه اللي كان بيضربه مسكين، برضه الظلم وحش. في زيه كتير. أنا آسف يا سلوى، ما كانش لازم أتصرف كده وأنت معايا. أنا كل يوم بكتشف فيك حاجة جديدة. يا ريت تكتشفي حاجة قديمة. مش مهم. مش مهم؟ بالنسبة ليا اللي فات معرفوش، فمش مهم. مهم اللي عرفه واللي عرفته. ايه اللي عرفتيه؟ كتير. النهارده مثلا؟ الظلم. انتي عرفتي الظلم؟ عرفته. عرفتي الظلم يا سلوى؟
عرفته. انتي؟ مش معقول يا ماما. ايه اللي مش معقول فيه؟ حكاية الجواز دي هو عيب؟ لا يا ماما، بس عبد الحميد ده. هو ماله يا سلوى عبد الحميد؟ ما انت عارفة يا ماما الناس بتقول عليه ايه؟ قطعوا الناس، خدنا ايه منهم؟ ما هو ساكن جنبنا يا ماما، واحنا بنفسنا بنشوف ايه اللي بيعمله. عشان وحداني يا سلوى، عشان وحداني يا بنتي. دي حاجات ما تعرفيهاش انت دلوقت، بكره لما تكبري يا بنتي هتفهمي وتقدري. يا ماما يا ماما، انا مش مصدقه. انا اللي مش مصدقه. انت يا ماما مش مصدقه ان سلوى بنتي اللي ضحيت علشانها بكل حاجه دلوقتي مش عايزاني اكون سعيده ومبسوطه؟ ابدا يا ماما. بس عبد الحميد يا سلوى، ما انت عارفه انا حياتي كانت ازاي. ابوك الله يرحمه بقى ما كانش يتعاشر، وفرق السن اللي كان بيني وبينه، ما انت عارفه يا سلوى. عارفه يا ماما، وعارفه انك استحملتي كتير عشان خاطري، ودلوقتي مش هين عليكي اعيش لي يومين قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما. عبد الحميد راجل طيب يا بنتي وبيحبني. لها حق يا سلوى، الناس لازم تعيش حياتها، انت عارفة طبعا. لسه صاحية؟ ايه؟ اتخضيتي؟ لا ابدا يا عم. هي مش قالت انها جاية الليلة دي؟ ماما؟ ايوه يا عم. امال اتأخرت ليه؟ لسه ميعاد القطر ما جاش. طيب. بالمناسبة دي ايوه يا عمي، عايز حاجة؟ انا يعني مش عجوز قوي كده عشان ابقى عم. مش انت جوز ماما تبقى عم؟ ما انت تعب نفسك قوي في المذاكرة. ما هو الامتحان قرب يا عمي، وانت عارف انا شايف انك واخداها جد قوي زيادة عن اللزوم. زيادة عن اللزوم؟ انا من رأيي كفاية بقى كده. يعني ايه؟ ابطل المدرسة؟ مش احسن برضو؟ ازاي؟ مش معقول. في الحقيقة يا سلوى انا شايف انك دلوقتي كبرتي، وفي حاجات تانية أولى من الخروج والدخول. حاجات زي إيه؟ البيت. مش ممكن. ده رأيي. تصبح على خير. وماما؟ ماما؟ ماما عايزاني أكمل. اللي قولي لي يا سلوى، تفتكري أمك بتحب مين فينا أكتر؟ أنا؟ ولا انتي؟ انا حاجة وحضرتك حاجة، انا بنتها وحضرتك جوزها. شوف يا سلوى، ماما دي انا بالنسبة لها زي ما تقول يعني لقطة، حاجة حلوة لازم تحافظ عليها، ومستعدة تدوس على اي حاجة عشان تحافظ عليها. انت فاهمة يا بنتي؟ ما هو عايز مصلحتك. مصلحتي اقوم اسيب المدرسه يا ماما وما اكملش. خايفه عليكي من ولاد الحرام. ولاد الحرام؟ بس هو يبعد عني. ايه بتقولي؟ ايه يا سلوى؟ مش عيب برضو تتكلمي عنه بالطريقه دي؟ ده في منزله ابوك يا بنتي. ده في منزله ابويا يا ماما. حرام عليكي، اخصى عليكي يا سلوى.
أنا كنت فاكراكي بتحبيني وعايزاني أكون سعيدة. ما أنا بحبك يا ماما، بس المدرسة. عبد الحميد راجل ابن حلال، والنبي ده بيعزك قوي. أنت ما تعرفيش هو بيقول إيه من وراكي. بس المدرسة يا ماما، هو ماله مال المدرسة؟ يا سلوى ده راجل البيت، وده رأيي. كل البنات بيتعلموا، وأنا مصلحتي إني أتعلم. عبد الحميد راجل فاهم الدنيا كويس، ويعرف المصلحة عني وعنك. بس هو ملوش دعوة بيا. هو راجل البيت ومفيش حاجة اسمها ملوش دعوة بيا. يا ماما، يا ماما أنت مش عندك فلوس؟ القرشين بتوعك يعني؟ عايزة أقول إن هو مش هيغرم حاجة من عندك. وده برضو كلام يا سلوى؟ هو ده اللي اتعلمتيه في المدارس؟ يبقى هو بقى عنده حق. يا بنتي مفيش حاجة اسمها فلوس بين الراجل ومراته. الحكاية مش حكاية فلوس يا سلوى. أمال إيه يا ماما؟ أمال حكاية إيه؟ ما تقولي. عايز يستتك، عايز يحميكي من الدنيا وبلاويها. أنت تكرهي. أنا بالنسبة لأمك لقطة، حاجة حلوة لازم تحافظ عليها، ومستعدة تدوس على أي حاجة عشان تحافظ عليها. السلام عليكم. اهلا عبد الحميد، مالك واقف كده ليه؟ انتوا اللي مالكم محنطين كده؟ الدنيا انهدت ولا حرب البوير قامت؟ يا اخويا كفالة الشر، دنيا ايه اللي هتنهد؟ الدنيا بخير، بس اصل سلوى على قولك لسه ما فهمتش الدنيا كويس. بقى كده ادخل انت غير هدومك على ما حضر الغدا. طيب يلا. وانت يا سلوى يلا يا حبيبتي روحي اغسلي وشك وما تحمليش هم. يلا يا حبيبتي. يعني هو الراجل كان عمل ايه عشان يجي من شغله تعبان يلاقينا مقابلينه بالشكل ده؟ يلا يا حبيبتي يلا. عمي. ايوه مفيش غيره، انا بنت اخوه وهو المسؤول عني دلوقتي. يا بنتي البيت بيتك، امال يعني هتروحي فين؟ انتي بنت اخويا الله يرحمه، يعني بنتي، امال ايه يعني هتروحي فين؟ ما انا عارفه يا عم، ما انا ماليش غيرك. وعلى رايك يعني هروح فين؟ ما انا قلتلك يا بنتي البيت بيتك، بس يعني بدي اقولك انتي عارفه طبعا مرات عمك. عارفاها يا عم. هي طيبه قوي والله، قلبها ابيض قوي، بس هي صعبة حبتين. دي حتى صعبة علي انا. انا بقى انت عارفة عشان خاطر العيال وكده الواحد لازم يفوت. انت كمان لازم تفوتي يا سلوى يا بنتي، مهما كان انا قلتلك البيت بيتك، امال ايه يعني هتروحي فين؟ حاضر يا عمي كله يهون، بس اكمل تعليمي وما ارجعش هناك. والشغل يوم ورا يوم بيزيد عن طاقتي. اشتغل ولا الشغال، لكن معلش كله يهون بس اكمل تعليمي وما ارجعش. واللي كان غيري بيعمله قبل ما اجي ما بقاش دلوقتي بيعمله. والشغل ما يخلاش الا وقت المذاكره، لكن معلش كله يهون بس اكمل تعليمي. والوقت مر وكملت واشتغلت. ونسيت. كله بيتنسي. مفيش حاجة بتتنسي. كله بيضيع. مفيش حاجة بتضيع.
تعرف يا كمال، انا ما حكيتش الحكايه دي لحد قبل كده ولا حتى لنفسي. صحيح. بتضحك ليه؟ عشان مبسوط. لو الدنيا تبقى كده من غير ماضي ولا مستقبل. الدنيا ماضي ومستقبل، واللي بينهم لحظة ما بتستناش. تعرف يا جمال، انت لو طلعت رسام هعرفك اكتر. من ايه؟ من اللي بترسمه. وانتي بترسمي ايه؟ الناس. كل الناس؟ الناس الناس. عايزاني ارسم ايه؟ اللي جواك. اللي جواي يا نسيم. الاحساس ما بيتنسيش. هي يمكن ما اعرفش ارسم. مفيش حد ما يعرفش يرسم. الرسم كلام. في ناس ما يعرفوش يتكلموا، لكن مفيش ناس ما يعرفوش يقولوا. اهلا يا سلو، اتفضلي. ها، ايه الاخبار؟ الحمد لله. هتوريها لي النهارده؟ انا بس كنت عايزه تشوفيها لما تخلص، وهي خلصت تقريبا. اتفضلي. دي انا. ميرسي قوي يا كمال. مش عجباكي مش كده؟ ازاي بقى؟ ازاي ما يعجبنيش ان اكون جواك؟ والصورة نفسها ايه رأيك فيها؟ كمال، انت عندك الاحساس، لكن انت عمرك ما درست الرسم. أنا تعبت. أنا حاسس إني مش شعلق في الهوا، مفيش أرض تحتية. أنا مين؟ ومنين؟ ورايح فين؟ مش عارف. أنا تعبت. أنت اللي جواك يا كمال، أنت اللي موجود دلوقتي. أنا اللي فات. أنت اللي جاي. لازم أعرف يا سلوى. أنا خايف، لكن لازم أعرف، لازم أعرف. أنا طبعاً عارف قد إيه أنت قلقان، لكن عمر القلق ما يجيب نتيجة، بالعكس يمكن يضر. وهو بإيدي يا دكتور. أنا فاهم، بس أنا عايز أقول إنه بالنسبة لحالتك أكيد في يوم من الأيام هتفتكر. جايز تفتكر على فترات، يعني تفتكر حادثة معينة أو فترة معينة من غير اللي قبلها أو اللي بعدها، لكن أكيد في يوم من الأيام هتفتكر كل حاجة. واليوم ده ممكن تحديده ولو بالتقريب؟ لو الإنسان فكر في اللي فات ما كانش عمل حاجة أبدا. ما يفكرش فيه، بس لازم يعرفه. وبعد ما يعرفه ينساه. الإنسان مشروع. كمال، ما تيجي نجدد. نجدد؟ كل الناس بتعيش الماضي وتستنى المستقبل، ما تيجي احنا نعيش المستقبل ونستنى الماضي. تعال.
كمال. انا عندي مشروع. مشروع؟ مشروع ايه؟ نفتح محل. محل؟ محل ايه وازاي؟ محل صور. انت بتحب الرسم وانا برسم، وليا زمايل كتير بيرسموا ومش لاقين حته يعرضوا فيها انتاجهم. ايه رايك؟ ايوه بس عايز اقول يعني جزء من الفلوس اللي فاضله معاك، وانا محوشه مبلغ صغير في البوسطه، ده على ده ممكن يكفي. والله خلاص، من بكره ندور على مكان. بقول ايه يا كمال؟ ايوه. انت مش ملاحظ اننا مدين ظهرنا للنيل؟ ما تيجي نبص له. برافو يا حبيبي، عايزك تستمر كده على طول عشان احبك اكتر. حاضر يا ابله. بكره بقى عندنا رسم بالوان الميه، كل واحد يجيب معاه ادواته، اوعى حد ينساه. يلا على الفصل بس من غير دوشه. يلا أبلة أبلة. أيوه عادل، في حاجة؟ ماما بيسلم على حضرتك وبيقولك إيه اللي حصل للراجل اللي مش فاكر؟ هو افتكر؟ قوله هو لسه برضه مش فاكر بس عايش. الإنسان مشروع، كل الناس بتعيش الماضي وتستنى المستقبل، ما تيجي إحنا نعيش المستقبل ونستنى الماضي. الله ينور عليك يا استاذ مدبولي. الله يخليك يا استاذ كمان. مش عايز حاجه؟ تعيش يا استاذ. نبقى يا رجاله نشد حيلنا شويه، يعملوا معروف. بس عايزين شويه حاجات كده يا استاذ. خير؟ شويه مفصلات وحدايد والنقاش عايز بويا، كاتب لك انا الحاجات دي في الورقه دي. طب يا سيدي متشكر. بس اجيب الحاجات دي منين؟ احسن تروح وكاله البلح تلاقي الحاجات دي موجوده وارخص. طب انا رايح، لما الانسه سلوى تيجي قول لها انا جاي على طول. حاضر يا استاذ. وكالة البلح، يا ترى انا جيت هنا قبل كده؟ وامتى؟ وليه؟ حديد وخشب وصفيح وقماش وبني ادمين، كل حاجة هنا بتتباع وتنشري. يا ترى أنا جيت هنا قبل كده؟ وإمتى؟ وليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي يا عم شفت الحاجات دي عندك؟ كملها على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. والنبي شفت الطلبات دي عندك لو سمحت. حاضر. دقيقة واحدة. يا سعادة البيه، يا محمود بيه. محمود بيه. ايه يا محمود بيه؟ انت مستمعني يا راجل؟ بقى تبقى هنا وما نشوفكش؟ شغلتنا عليك يا راجل. ايه ده؟ يا ميت مرحب يا محمود بيه، ده الوكاله كلها منوره. اهلا اهلا محمود بيه، بالحضن يا راجل بالحضن.